هي لما قالوا لي هنا ان حضرتك عايز تشوفنا وتعرف اللي حصل بالظبط، انا قلت مش هبقى، خلينا ده اقل جزء ربنا يرد من يخليك جمال يا رب. حضرتك اللي لا انت لا عامله لا معانا، بالعكس، وده الحمد لله. انا انت كتبت لنا، صدقني ربنا يخليك. من يوم ما حضرتك حددت العمليه لحد ما بنت دخلت العمليات وطلعت وجبتها لك تاني يوم، انا اصلا ما كنتش بشوف النوم. يا ما ده انا انا كنت عايز اسالك عليه بقى، كان ايه شعورك قبل ما تخش العمليات وبعد ما طلعت شفتها كويسه؟ يعني قبل ما تخش كان ايه احساسك؟ انا شعوري لا كان في اكل ولا شرب ولا كان حد عارف يكلمني في البيت، انا ذات نفسي بقيت يا اكلم كنت نفسي. خايف عليها قوي كده؟ انا كنت بقول لنفسي طب اللي انا عملته ده صح ولا غلط؟ هو ده طب كان انا اكتر سؤال دلوقتي، تعبك يا ترى، صح ولا غلط؟ وبعدين لما دخلت للدكتور ابراهيم في جوه قال لي دي بنت ولها معامله خاصه، ما تستناش ان حد يتنمر عليها ويقول لها كلمه. صح. ودي كانت اكتر كلمه انا حطيتها في دماغي ساعتها، طب دي اه بنت وانا جاي اصلح حوالي، ما بالي لو حصل حاجه انا هعمل ايه؟ انا هروح فين بعد كده؟ صح لما جيت عملنا العملية والحمد لله.